اسمي بدر، بدر فرمان ابراهيم. بالستينات فتحت، كان ماكو فلافل بالموصل، ماكو. انا جبت فلافل، كنت ابيع بدرهم. المحافظه صاروا في 60، خليت انا خليت واحد درهم. بالستينات لسه مفتحين الحمد لله. فلافل بدر من الفلافل القديمة، من أول ظهور فلافل بالعراق ظهرت فلافل بدر، والوالد جابها طبعا، كان قبل يشتغل بعربانة متواضعة، بعدين شوية تطور أخذ محل هو، هذا كان درايج طبعا، باب درايج، بعدين أخذ محل الأخ زين وتطور، والحمد لله انتشرت الفلافل، لأن الوالد كان روحه مرحى ويحب العالم، ومثل ما يقول يحب النكتة يعني، فالعالم قام توده وتجي عليه ويشاقة ومرح مع العالم، والأكل يعتني به طبعا، دائما كان يقول أهم شيء النظافة النظافة، فيعتني بالتفاصيل الدقيقة، وياخذ نوعية من نوعية الحمص، نوعية جيدة طبعا، حتى لو غالية يقول ما يخالف، بس أهم شيء الأكلة الطيبة. واشتهر طبعا اشتهاره كان بالسبعينات، فترة كان وجود تسمم باللحم بالعراق، فالعالم اتجهت للبقوليات، فجو على الفلافل بدر فشافوها طيبة وهذه، فمن هذيك الوقت من السبعينات اشتهرت الفلافل، ويترددها طبعا جميع شرائح المجتمع، وخاصة الرياضيين، احنا في رياضيين، احنا ولاد رياضيين وجماعتنا كلهم رياضيين والحمد لله. والفول نفس الشيء، الفول من الدرجة الجيدة طبعا، نوعية جيدة اخذوها، الوالد دائما ياخذ نوعية جيدة من الفول ونظافة، والحمد لله العالم تجي علينا وتحبنا وتودنا، ومشت الامور الحمد لله، ولحد الان لحد الان فلافل بدر يجون عليها، ولقاءات الناس الدكاتره والاطباء وجميع شرائح المجتمع تجي هالمكان، تشوف انت الكراسي يجون، هم يتعشون وهم ذكريات ايام زمان، والحمد لله.